الخبر اللي عادنا عن غيث مروان ليش قاطع عن السوشيال ميديا. بغيت ننزل على حسابه بالانستغرام شويه ستوريات، وبهذه الستوريات صار قبل انه هو هذه الفتره قاطع السوشيال ميديا بسبب صرف فلسطين، وانه ما راح ينزل مقاطع على اليوتيوب. فرحتكم الستوريات اللي حابين نشوفها كامل. هلا والله باحلى متابعين، اي مس يو، من زمان ما حكيت معكم، من زمان ما طلعت ما حكيت ولا شيء، بس انتم عارفين الظروف. فهل السوري بس عشان حبيت اسلم ان شاء الله معكم الرادار، بس عشان اسلم عليكم. الفيديوهات اليوتيوب ما بنزل لاسباب معروفه، فالناس اللي عم تسال انه ليش ما بنزل على قولت هذاك اللي بسبب، فيس يعني ان شاء الله خلال يومين ثلاثه حرجع. الخبر الثاني عدنا عن مفاجات اليوتيوبر. فاول يوتيوبر عدنا هو مملكه المشاهير وكشف الحقائق اليوتيوبر البنات وارتداءهم للحجاب وخلعه، وهي من الاشياء الصدمه راح تشوفوها بالمقطع. راح احطكم رابط المقطع بالوصف، اتمنى من الكل يروح يشوف المقطع وشوف الصدمه. اما اليوتيوبر الثاني عدنا فهو ابن وداد ووصول ام وداد، فانا شايف نزل مقطع على قناته باليوتيوب انه هو التقى بام وداد بعد شهور من غيابها، وهذه كنا شايف طلع ابوه اللي هو اسمه ضرار وامه اللي هي اسمها وداد على السوشيال ميديا. وطبعا من الوقت هو من شافوا المقطع لاحظوا كل شيء غريب، واللي هو انه اكو بيسان كان واحد عاضها او واحد ضاربها، فصار يتوقعوا ان هل ممكن رويده اللي هم بيسان ضربتها او ممكن انا شايب عاضها. فكتبنا حبا بكم انت اشاركم الخبر. الخبر الثالث اللي عدنا عن انس الشايب وفضيحته ويا حبيبته السابقه. طبعا قام يحب بيسان اسماعيل، قام يحب مايا جمال، قام يحب وحده اسمها ليلي الكوري. فانتشر لاحد مقطع على التيك توك كان بها الاخر بده يحتفل بانس الشايب وصول 400,000 كي، وبنفس الوقت كان انس الشايب حاضن ليلي الكوري. هذا الفيديو احط لكم اياه شوفوه. احكي مبروك لانس ال 400 كي، عقبال المليون يا اخوان. كنت من الخمر يا زلمه. ومبروك يا انس ال 400 كي، ويخلف عليك يا لين عقابل كي. فكتبنا حبا بالكومنتات تحت شو تعرفون ان انا شايب يحب وحده قبل بيسان واللي هي لين الكوري او لا. الخبر الرابع اللي عدنا عن نارين بيوتي وبمنه التقط بالضبط. نارين نزلت على حسابها بالانستغرام شويه ستوريات، وبهذه الستوريات كانت كاتبه بيها انه تتوقعون اني التقيت، وهي المتابعين صاروا يتوقعون هل هي التقت وين نورسارز او موفلوكس. صراحه ما ادري، اكتبوا لنا حبا بالكومنتات يمنه تتوقعون التقت. الخبر الخامس اللي عدنا عن المشكله اللي صايره بين شادان وزينه كرزون. فبالبدايه ما يعرفش اللي صاير، زينه كرزون نزلت على حسابها بالانستغرام شويه ستوريات، وهذه الستوريات صارت تهجم بها على المشاهير اللي ساكنين في فلسطين، قاعدين يشرحوا على السوشيال ميديا شنو قاعد يصير في فلسطين، واللي يحطون الاحداث الحقيقيه بدون الكذب قاعد تصير بالاعلام. فتطلب من عاتهم انهم ينشرون هيك اشياء ولما ينزلون على الشوارع ويحاربون ويسوون هيك اشياء، واللي تقصد طبعا منهم شدا اللي هي ساكنه في فلسطين. واحنا لسنا مؤثرين في هذه القضيه. القضيه هاي ما بدها ناس مؤثرين زينا نطلع ناثر لحتى نقول للناس حبوا فلسطين ونزلوا عن فلسطين. قضيه فلسطين ما بدها ناس مؤثرين ياثروا عليكم لحتى تحبوا فلسطين او حتى تنزلوا عن فلسطين. اللي عم بيعاني كل يوم، اللي عم بيعاني له الاف السنين، مش اليوم، مش اشي جديد اللي صار، مو اشي غريب. انا مش انه صحيت نمت وصحيت لقيت فلسطين صار فيها هيك. فطبعا شادان ردت عليها ونزلت على سبب بالانستغرام شويه ستوريات، وبهذه الستوريات كانت حاطه اللي هي ستوريات مال زينه، كتب لها اوكي يا اختاه، اولا واضح قديش انت شخص سطحي وجاهل، ومبين انك مفكره الشعب الفلسطيني ميت عليكي وبيستنى فيكي تحكي على فلسطين. احنا من سنه 1948 واقفين مندافع عن قضيتنا، وما عمرنا نزلنا من حالنا وطلبنا من حدا الشفقه. اذا في شخص من فلسطين تنازل وبعث لك مسج على القضيه فهو لسبب واحد، والسبب انه احنا قايمين حرب على السوشيال ميديا غير الحرب اللي قاعده تصير على الارض الواقع، لانه في تضليل وكذب وقلب الاحداث، ونحن لازم نوصل الصوره الصح للعالم. بعد بالستوري الثانيه كملت انه فلسطين لها الاف السنين عم بتعاني، وتحكوا كانه شيء عادي وكانه العالم عاد عوده فلسطين انه هي تموت، وتسالي ليش هذه الشوشره؟ الشوشره عملت عشان كثير اشياء، واللي هي كتبتها مثل ما شايفين انه عملت علشان حكي الناس، وانه الشوشره عملت عشان نرجع حق الناس، وانه الشوشره عملت عشان نصحي الناس. اذا نمتي وصحيتي ولقيت هيك صاير باللحظات المش غريبه هذه وانت نايمه، في اطفال ماتوا، في عائلات فقدت، وفي مثل هذا الكلام اللي كاتبته يا حبايب. واخر شيء ختمت بهذا الستوري، احنا عندنا حب وانتماء لفلسطين اكثر منك، بالضبط بالزور ايوه اكيد، راح نصدق طبعا بالوقت اللي ناس بتموت فيه. انت كنت عم تعملي دعايه الفيزون لان عندك شخص انتماء وحب اكثر منه، فشتني بيختلف عليها، شكرا لحبك انه ولولاكي ما قدرناش نكمل حياتنا. فكتبوا لحبايب بالكومنتات شاركم بالمشكله اللي صارت بين شدن وزين كرزون ويا من الحق، هل ويا شدن او زين كرزون؟ بصوا حبايبنا وصلت المقطع، اللي تنسوا المقطع بالوصف اللي هو مقطع القناه الثاني، مقطع الصراحه الناري، مقطع خرافي كشبي حقائق. وبس انا كفيت زي ما قدمت القصص، ومع السلامه.